في العادة الأمير مولاي الحسن. تحتفل الأسرة الملكية والشعب المغربي قاطبة اليوم الجمعة بالذكرى 12 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، لتتجدد معها نفس الفرحة العارمة التي عاشها المغرب الشعب المغربي يوم 8 ماي سنة 2003 حين أشرقت جنبات القصر الملكي بميلاد ولي العهد الذي اختار له صاحب الجلالة الملك محمد السادس اسم مولاي الحسن. وبهذه المناسبة السعيدة تقدم أسرة القناة بأحر التهاني والتبريكات لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ولكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة. واحتفالاً بذكرى ميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، قامت جمعية المرأة المواطنة بتنسيق مع المديرية الجهوية للصحة بالعيون بزيارة لقسم الولادة والأمومة بمستشفى مولاي الحسن بالمهدي، حيث قامت بتوزيع هدايا على الأمهات ذوي المواليد الجدد الذين يصادف ميلادهم اليوم 8 ماي، مبادرة تهدف إدخال السرور في نفوس الأمهات ومشاطرتهم فرحة المواليد الجدد. جينا نباركوا لهذو النساء بزيادة أطفالهم اللي زادوا في نفس النهار لأول يوم 8 ماي من العام، وإحنا كنباركوا لهم كلياً، وجينا نوزعوا عليهم هدايا الأمهات والأطفال اللي زادوا في نفس النهار، وكنباركوا لهم وفرحانين جدا بهذا النهار السعيد لأنه النهار غالي علي كل المغاربة من طنجة للغويرة. في موضوع آخر، أعلنت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أنه ابتداء من يوم غد السبت ونتيجة صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الجنوب نحو المغرب ستشهد درجات الحرارة ارتفاعا ملموسا. وأوضحت المديرية أن الطقس سيكون حارا داخل الأقاليم الجنوبية والجنوب الشرقي للبلاد، حيث ستتراوح درجات الحرارة ما بين 40 و 46 درجة في المناطق الداخلية للأقاليم الجنوبية. وللمزيد من التوضيحات كنا قد أجرينا اتصالا هاتفيا مع الحسين أبو عابد مسؤول تواصل بمديرية الأرصاد الجوية لنستمع. إذن ابتداء من يوم غد السبت بحول الله ونتيجة لصعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو المناطق الجنوبية للبلاد، ستشهد درجة الحرارة ارتفاع ملموسا خاصة في هذه المناطق وكذلك جنوب شرق البلاد. بالنسبة لدرجة الحرارة ستتراوح خاصة يوم السبت والأحد في داخل أقاليمنا الجنوبية خاصة مناطق أوسرد، واد الذهب، بوجدور، سمارة، صزاق، طاطا، زاكورة وكذلك المناطق ديال الرشيدية. درجة الحرارة ستتراوح في هذه المناطق بين 40 إلى 46 درجة. وستنتقل هذه الموجة الحرارية ابتداء يوم الاثنين وإلى غاية يوم الخميس المقبل لتشمل كذلك السواحل الأطلسية لجنوب البلاد وتنتقل حتى المناطق الوسطى وشمال البلاد. بالنسبة لدرجة الحرارة ستتراوح ما بين 38 إلى 44 درجة خاصة في مناطق قلميم، العيون، طرفايا، سيدي إفني، طنطان، وستنتقل نحو مناطق سوس وعلى الخصوص تزنيت، شوكا إتباع، أكادير والصويرة ومراكش والحوت. وبحول الله سيبقى الطقس يعني حارا إلى غاية يوم الجمعة المقبل بحول الله، حيث ستعرف درجة الحرارة بعد الانخفاض. في إطار الاحتفال بذكرى 58 لتأسيس التعاون الوطني، نظمت مصالح التعاون الوطني بالطنطان حفلا وتخليد ذكرى تأسيس هذه المؤسسة. الحفل نظم تحت شعار الوحدة والعرفان محفزان للعطاء والاتفاق، فعالية حضرها عامل الإقليم بمعية وفد رسمي. حافظ محضار وعبد الرحيم حاجي. احتفالية لدوائر التعاون الوطني بالإقليم مخلدة لذكرى التأسيس 58، حدث يتزامن مع الذكرى 12 لميلاد صاحب السمو الملكية الأمير مولاي الحسن. كلمات استحضرت أدوار هذه المؤسسة الوطنية والأدوار الاجتماعية التي تطلعت بها منذ تأسيسه. الحفل وزعت خلاله منح مالية مخصصة للجمعيات الخيرية. فرحانة بعد التكريم اللي كرمت للتعاون الوطني، فرحانية جدا بزاف بزاف، وكنشكر الأطر التعاون الوطني كاملين.
قدمنا ياسر من المنتوجات الحمد لله والخدمات للتلميذات المراكز ديال التعاون الوطني. الحمد لله قدمنا الفصاله، الطرز، الخياطه، الصباغه ديال الثوب، ديال الدجاج. في اطار قافله الوحده والعرفان نظمت مندوبيه التعاون الوطني حفلا بمناسبه ذكرى تاسيس 58 للتعاون الوطني. هذا الحفل التي اتى ليبرز مجموعه من الحرف التي يكون بها التعاون الوطني. أنشطة هذه الذكرى تميزت بتنظيم معرض لمنتجات مراكز التعاون الوطني بالإقليم، فضلاً عن عدة فعاليات تنشيطية ومسابقات توجت بتوزيع الجوائز على المتفوقين خاصة نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية. نرحل إلى مدينة سمار التي تحتضن فعاليات الدورة 12 للمعرض الجهوي للصناعة التقليدية في موعد سنوي لعرض آخر إنتاجات التعاونية الحرفية ذات الحمولة الثقافية والخصوصية المحلية. حرفة الحياكة والنسيج واحدة من الأنشطة التقليدية التي امتهنتها النساء منذ عقود خلت. ريبورتاج يوسف زعواطي ومبارك الباز. فيتبو ذاك الشعر كامل نشعشعوه بالمطرق لين يشعشع، ونعود نقبضوا له الغرشال ياك يصلح غزيلو، ونغزلوه، منين نغزلوه نقانو خيطين خيطين ونكبوه، منين يكبب نقبضوا المبرم ونتمو نبرموه، منين يبطرم ندوه نمحطوه، منين يمتحط نجبدوه نجبدوه، وين يمتحط وينطلس قباله حتى فيتك تعكري شو ذاك نبغوا نسدو نكبوه، هما اللي منين كامل يكبب لين يكبب عداك باب ينطرح. عديدة هي المراحل التي تقطعها عملية نسج وحياكة الخيام، فغالبا ما كانت مجالس النسوة قديما تلتئم حول إعدادها في عمل جماعي يأخذ من وقتهن أياما بل ربما أسابيع، وتختلف المنسوجات والزرابي على وجه الخصوص باختلاف المناطق تبعا للمواد الأولية الموجودة، ما يجعل لكل منطقة علامة مائزة تخصها عن باقي الجهات والمناطق. ونسدوا ونعقدوا عادي من جزء تقليدي، من جوج تقليدي، وكنديروا هادشي ديال التراب ديال السماره. هذه زربيه سماريه هي، واللي نسدوا الزربيه والحنبل والجلابه والسلهم، ودروكا عندنا السفطال وجينا السطال وكنخدموا. اللي كنا نديروا خدمه اخرى، دروك نديروا الزربيه السماريه، نديروا الزربيه من 4 متر من 3 متر من 2 متر من كل واحد اللي بغى. كيجيك واحد الناس كتقول لك شي مرأة بغيت فيها 2 متر عرض وفيها 3 طول، هادا 3 طول، وكل واحد اش كيبغي. حرف النسيج والحياكة قطعت أشواطا مهمة في تحديث التصاميم وملائمة العرض الإنتاجي باختلاف الطلب وتنوع الأذواق، وفي ظل اكتساح المنتوجات العصرية للأسواق تبقى معارض الصناعة التقليدية مساحة عرض تجاري من جهة ومركزا لتبادل الخبرات والتجارب من جهة ثانية. ولاو كيخدموا الزربيه طورناها درنا فيها هاد الزرابي هادو، ودرنا الزربيه العاديه بحال هذه هكا ديال الوزقيطيه، ونديروا هذوك المخاد ونديروا هذاك الديكور كل شيء، هادشي نديروا الصاك نديروا فيها اي حرفه نديروها في هاد الزربيه. حنايا في مزقط ولاو البنات كيخدموا كل شيء هادشي، وتبارك الله عليهم وخدموا وتعلموا، داروا جمعيات وداروا تعاونيات. من الجهات الجنوبية الثلاث ومن أقاليم شمال المملكة حجزت التعاونيات الحرفية في فن النسيج والحياكة جناحا لعرض منتوجاتها يؤثث أروقة المعرض الجهوي للصناعة التقليدية. في شأن الحزبي، نظمت الكتابة الإقليمية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليمي مؤتمرها الإقليمي الذي خصصت أشغاله لتدارس العديد من القضايا الراهنة وتحديد الهياكل المحلية. حافظ محضار ومحمد فاضل عبيدة معهما المزيد. نضال مستمر لمواصلة مسيرة التنمية، شعار يؤطر أشغال المؤتمر الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بإقليميما، لقاء لتدارس العديد من الانشغالات الآنية محليا وجهويا، كلمات استحضرت الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب وانعكاساتها على المستوى الجهوي والمحلي كذلك، محطة أيضا لضخ دماء جديدة في هياكل هذا التنظيم السياسي انسجاما مع التقطيع الجهوي الجديد. تشكل هذه المحطة 68 في إطار إعادة هيكلة المجالس الإقليمية والكتابات الإقليمية للحزب، فالكتابة الإقليمية لقلميم اليوم
تقف في هذه اللحظة من أجل هيكلة هذه الكتابة الإقليمية في إطار الجهوية الجديدة، جهة قلميم واد نون التي تضم أربعة أقاليم: قلميم، طنطان، وأس الزاك وسيدي إفني، الذي تم انتخاب هياكل الكتابة الإقليمية به مؤخرا. أتمنى أن أكون عند حسن ظن الجميع من قيادة الحزب إلى المواطنين في القواعد الحزب في القواعد الإقليمية بمدينة قليميم، حتى نتمكن من وضع صرح التنمية الحقيقية ونبني وطننا حجرا في ظل الديمقراطية. هي محطة تواصلية إذا لمنتسبي الحزب للوقوف على مجموعة من النقاط والقضايا التي تستثير بالاهتمام في المرحلة الآنية، وكذا الإعداد الجيد للمحطات السياسية القادمة. في موضوع آخر، نظم المنتدى المغاربي للتعبئة الوطنية والدولية للحكم الذاتي بالصحراء المغربية فرع بوجدور وبتنسيق مع جمعية نبض الحياة للصحة والبيئة بتازة، نظم حملة طبية لفائدة ساكنة إقليم بوجدور. الحملة استهدفت الفئات التي تشكو الفقر والعوز. ريجين العروسي ومحمد شارة. حملة طبية بإقليم بوجدور جاءت لتقديم خدمات طبية في معظم التخصصات. الحملة شملت فحص بالصدى وطب العيون وفحص سرير جميع أعضاء الجسم، بالإضافة إلى إجراء عدة تحاليل طبية للمستفيدين من الحملة. عمل إنساني لقي استحسانا كبيرا لدى ساكنة الإقليم. ما يناهز ما فوق 900 مستفيد، حيث استفاد معظمهم من كل الفحوصات الطبية المجانية، كل من قياس وتصحيح البصر وطب العيون بحضور الدكتور رضا شبي اخصائي في امراض العيون. وهذه الحمله استفدوا من جميع الفحوصات بالنسبه قياس نسبه السكر في الدم، قياس الضغط الدموي، قياس نسبه الاكسجين، وكذا الفحوصات 11 التحليلات ديال الفحوصات في البول. مرت هذه الحمله بظروف حسنه، ما يبلغ عن 900 مستفيد من مدينة بوجدور. دوزت انا على عينيا وكاين بزاف ديال التخصصات الناس كتدوز. عملية تضامنية تجسد الأهداف النبيلة لمثل هذه الحملات التي تروم تقديم المساعدات الطبية للأشخاص المنحدرين من أسر معوزة. جديد الأسبوعيات الوطنية صادرة نهاية هذا الأسبوع في تقرير لعياد السرتي، لنتابع. نستهل قراءتنا لجديد الصحف الأسبوعية من صحيفة الأسبوع الصحفية التي كتبت: بدت علامات المرض على زعيم جبهة البوليساريو تظهر وهو يترأس إحدى نشاطات قيادة الجبهة، وكانت علامات الإحباط بادية عليه. وذكرت الأسبوع الصحفي أن الوضع الذي هو عليه زعيم جبهة البوليساريو يتصادف وتحول مخيمات تندوف إلى ساحة للاحتجاجات من قبل الأغلبية الصامتة ومعارضة قيادة البوليساريو من خلال مناشر وكتابات مطالبة بالتغيير. صحيفة هيسبريس كتبت في آخر مستجداتها الإخبارية: دعا رئيس الوزراء الإسباني السابق خوسيه لويس زاباتيرو إلى ضرورة أن تدعم مدريد كل اتفاق بينها وبين الرباط فيما يهم تعزيز التعايش السلمي، معتبرا أن إسبانيا التي تعاني من تنامي المادة المتطرف داخلها مطالبة بضرورة رعاية التجارب الرائدة في هذا المجال، خاصة التجارب المغاربية وعلى رأسها المغرب وتونس. زاباتيرو الذي كان يتحدث في افتتاح كرسي دراسات الحضارة الإسلامية وتجديد الفكر الديني بجامعة غرناطة بإسبانيا قال إن المغرب يخطو خطوات مهمة نحو ضمان حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه ليس هناك بلد أفضل من إسبانيا لدعم بلدان المغرب العربي في هذا الاتجاه، إلى جانب تونس التي تعد البلد الأول ذو الأغلبية الإسلامية الذي طور دستورا بخصائص ديمقراطية. وارتباطا دائما بجديد الصحف الأسبوعية كتبت صحيفة المشعل: أكد النواب الأوروبيين خلال نقاش عام بستراسبورغ أن الجزائر مستمرة في التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان وحرية التعبير والتظاهر، ويستمر هذا الوضع حسب البرلمان الأوروبي رغم رفع الدولة لحالة الطوارئ. وكشفت المشعل أن ذات المؤسسة الأوروبية دعت الجزائر إلى الانفتاح على آلية الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان والامتثال لدولة القانون
وفي ختام النقاش تبنى البرلمان الأوروبي قرارا طالب من خلاله السلطات الجزائرية العمل على ضمان الحق في التعبير الحر وتأسيس الجمعيات وحق التجمع السلمي والحق في المحاكمة العادلة وضمان حقوق الدفاع بالنسبة لكافة المعتقلين. صور نهاية النشرة اخترناها لكم من بعض شوارع مدينة العيون قبل لحظات، والتي تشهد إقبالا لساكنة المدينة خاصة في ظل الارتفاع المسجل في درجات الحرارة. الصور بعدسة صالح رقيبي والتوظيف لنجية بوشلقة. ونختم النشرة بورقة أحوال الطقس المرتقبة ليوم غد، حيث سيظل الطقس حارا جنوب المنطقة، وبالسفوح الجنوبية الشرقية سحب منخفضة ستهم خلال الصباح والليل، أما بباقي المناطق فالسماء ستكون مشمسة. فيما يخص درجات الحرارة ستتراوح الدنيا ما بين 13 درجة بقليميم و 26 درجة بأسا. بينما ستتراوح درجات الحرارة العليا ما بين 43 درجة بأوسرد و 20 درجة بسيدي إفني. حالة البحر بالواجهة الأطلسية، سيكون البحر قوي الهيجان ما بين الجديدة والطنطان، وهائجا ما بين الطنطان وبجدور، وقوي الهيجان جنوب بجدور. شروق الشمس بالعيون سيكون بحولها على الساعة 7 صباحا و 12 دقيقة، وغروب على الساعة 8 مساء و 25 دقيقة. درجات الحرارة ببعض المناطق المجاورة ستصل إلى 27 درجة برباط، 41 درجة بنواكشوط، 38 درجة بباماكو، 35 درجة بنواذيب، 44 درجة بزويرات، 45 درجة بأطار، 42 درجة بالرابوني، 43 درجة بتودني، و 41 درجة بتندوف. نهاية هذه النشرة، ونذكركم أنه يمكن لمن فاتته متابعة نشرة الأخبار للأيام الثلاثة الماضية متابعة على موقعنا على الإنترنت snftm.ir. كما يمكنكم متابعة البث الحي لقناة العيون وإذاعتي العيون والداخل الجهويتين من خلال زيارتكم لموقع المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية focus.com. ويمكنكم أيضا متابعة نشرات الأخبار وجديد البرامج عبر الآيفون وهواتف الأندرويد، وذلك بتحميل التطبيق المجاني لقناة العيون من الأبل ستور وجوجل بلاي. وغدا على الساعة 4:15 تلتقون مع إعادة لهذه النشرة على قناة المغربية. شكرا لكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.